أكبر انحطاط في تاريخ صناعة الطاقة العراقي منذ 50 سنة. تموز 2018 بدأ مشوار جديد في شركة نفط مصر وفي وزارة النفط عبر تشكيل هيئة تشغيل حمل مجهول. الحمد العظيم الذي كان يشكل تحديا تقنيا ولوجستيا وماليا لكل الدول العراقية بعد انسحاب أحد أكبر المشاغبين وهو شارك المرحب. الحمد الذي يعز إليه أنه يكون تحديا تقنيا. تموز 2018 كانت شركة كلمتنا الأولى والأخيرة أمام الحكومة العراقية آنذاك بأن تحملت مسؤولية إدارة هذا الحقل وحصلت على موافقة معالي الوزير الأسبق وهيئة الرأي وبعدها مجلس الوزراء لإنجاز هذا الحقل بآلية وسياسات عمل عالمية وبإدارة عراقية 100%. تم الاستعانة بأحد المستشارين العالميين الكبار وشركة وبأحد الشركات الوسطى وهي شركة أمدون لمساعدة الجانب العراقي في هذا الاتجاه. وانطلقت مرحلة التطوير التي أثمرت هذا اليوم أن تكون مجهود أحد أكبر ورش عمل في مدن البلاد. الجميع يعرف أن مجهود المحقق مجهود احتفل قبل فترة ببداية حفر 43 بير لصالح شنبرجر تمت هذه الحفر 30 بير. مجهود اليوم احتفل بالبدء بالبرج الثاني لحفر 41 بير، البرج الثاني لشركة اي جي سي وشركة حفر عراقية. مجهود احتفل هذا اليوم بافتتاح هذا الصف التقني العملاق لإدارة هذا الحفر العملاق. مستوى الإنجاز الذي تحقق طوال 3 سنوات و6 أشهر هو إنجاز كبير. لا يمكن أن نتوقع أن نحصل على هذا اليوم.